أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب كان حافلا بالمضامين القوية والرسائل البليغة، أبرز ما جاء في ثنايا هذا الخطاب في تقرير عثمان الطاهري. مضامين قوية ورسائل بليغة حملها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب. خطاب جلالة الملك توقف عند الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة بخصوص مغربية الصحراء. فقد شكل الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية حافزا حقيقي لا يتغير بتغير الإدارات ولا يتأثر بالظرفيات، كما نسمم الموفق الواضح والمسؤول لجارتنا إسبانيا التي تعرف جيدا أصل هذا النزاع وحقيقته. جلالة الملك عبر عن تقديره للدول العربية والإفريقية التي أعربت عن دعمها الصريح والواضح للوحدة الترابية للمملكة، بل وجسدته بفتح قنصليات بالعيون والداخلة. وأمام هذه التطورات الإيجابية التي تهم دولا من مختلف القارات، أوجه رسالة واضحة للجميع، إن ملف الصحراء والنظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاح الشراكات. الخطاب الملكي أكد أن حجر الزاوية في الدفاع عن مغربية الصحراء يبقى هو وحدة الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة أينما كانوا للتصدي لمناورة الأعداء. ويشكل مغاربة العالم حالة خاصة في هذا المجال، نظراً لارتباطهم القوي بالوطن وتألقهم بمقدساته وحرصهم على خدمة مصالحه العليا رغم المشاكل والصعوبات التي تواجههم. توطيد ارتباط مغاربة العالم بوطنهم ووضع إطار تشريعي وسياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيتهم وتأثيرهم ومواكبة استثماراتهم كان ضمن انشغالات جلالة الملك في خطابه السامي. إما فيما يتعلق بإشراك الجالية في مسار التنمية والذي يحظى بكامل اهتمامنا، فإن المغرب يحتاج اليوم لكل أبنائه ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب أو عبر مختلف أنواع الشراكات والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة. وبالنظر للتطلعات المتجددة لمغاربة العالم، شدد جلالة الملك على أن الوقت قد حان لتحديث وتأهيل الإطار المؤسسي الخاص بهذه الفئة العزيزة من المواطنين. نفتح الآن الملف الدولي من إسطنبول، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة إيصال الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية بدون عوائق، ملوحا بخطر حدوث أزمة غذاء عالمية اعتبارا من العام المقبل. أمين الصياد والتفاصيل. من قلب العاصمة التركية إسطنبول، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لإيصال شحنات الحبوب الأوكرانية والروسية إلى الأسواق العالمية. المسؤول الأممي قام بزيارة سفينة برنامج الأغذية العالمي بريف كوماندر المتجهة إلى إثيوبيا وSSI Invincible 2 المتوجهة إلى أوكرانيا لالتقاط أكبر شحنة من الحبوب تم تصديرها في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود حتى الآن. وطالب غوتيريش بعدم عرقلة إيصال الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية، محذراً من أن يؤدي ذلك إلى حدوث أزمة غذاء عالمية اعتباراً من العام المقبل. ووعد الأمين العام بأن الأمم المتحدة ستحاول زيادة صادرات الحبوب الأوكرانية الضرورية للعديد من دول إفريقيا والشرق الأوسط قبل بداية فصل الشتاء. ونبقى في تركيا، حيث 34 شخصا قتلوا وأصيب 50 آخرون في حادثين مروريين وقعا بفارق بضع ساعات في جنوب شرق تركيا. كوثر التجاري.
قتل 34 شخصا على الأقل وأصيب 50 آخرون في حادثين مروريين وقعا بفارق بضع ساعات في جنوب شرق تركيا. وأدى الحادث الأول بين سيارة إسعاف وحافلة على طريق سريع يربط مدينة غادي عنتاب بمدينة نيزيب إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 31 بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية نقلا عن حاكم محافظة غازي عنتاب. وأكدت وكالة أنباء تركية أن حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع صدمت سيارة إسعاف وسيارة إطفاء وسيارة لفريق صحفي كانت قد توجهت كلها إلى مكان حادث سابق. ومن بين القتلى 3 عناصر إطفاء و3 مسعفين وصحفيان من وكالة أنباء تركية بحسب وسائل الإعلام المحلية. ولم يكد العالم يخرج من حالة الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا حتى وجدت العديد من الدول نفسها أمام غضب الطبيعة المدمر، حيث اجتاحت العديد من الكوارث الطبيعية من حرائق الغابات والجفاف وفيضانات الأنهار التي عصفت بالأخضر واليابس. هيام الهدف. هكذا هي الطبيعة، وديعة وجميلة عندما تكون هادئة مستكينة، ومرعبة وشرسة عندما تغضب وتحتج ضد تغير المناخ الذي يعصف بالكرة الأرضية. في أوروبا مثلاً لا تقف أنباء الحرائق والفيضانات والجفاف، إذ عاشت إسبانيا لحظات من الرعب غير المسبوق بعدما التهمت النيران أكثر من 9000 هكتار، مما أدى إلى إجلاء أكثر من 1000 شخص في القرى المجاورة. في نيوزيلندا اجتاحت الأمطار الغزيرة لليوم الثالث على التوالي غرب الجزيرة الجنوبية، مما أجبر المئات على إخلاء منازلهم وإغلاق الطرق والمدارس وانزلاق الأراضي. فرنسا استفاقت على وقع عاصفة عنيفة ضربت جزيرة كورسيكا ما تسبب في مقتل 5 أشخاص على الأقل. في شمال غرب الصين لقي 16 شخصاً حتفهم وفقد آخرون في فيضانات عارمة وفق ما أعلنته وسائل إعلام رسمية، في وقت تواجه البلاد ظروفاً مناخية قاسية هذا العام تسببت في إغلاق المصانع وتقنين التيار الكهربائي. حرائق كبيرة في إيطاليا اندلعت خلال الأيام الماضية ما تسبب في إغلاق مؤقت لطريق سكة حديد رئيسي بين روما وفلورنسا حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية. وتشهد باكستان فيضانات كبيرة مع استمرار هطول أمطار ناجمة عن الرياح الموسمية مما تسبب في خسائر بشرية وأدى إلى إغراق مدن كثيرة في البلاد. أمين الصياد والتفاصيل. سيارات عالقة وأناس يكافحون لعبور الشوارع، المشهد يلخص الآثار السلبية التي تسببت فيها الأمطار الموسمية بباكستان. الأمطار أدت إلى فيضانات غزيرة في ولاية البنجاب مما أسفر عن مقتل العشرات في أعقابها. الحياة اليومية للسكان المحليين انقلبت رأسا على عقب، الشوارع أصبحت مليئة بالسيارات والآليات الثقيلة التي انقلبت بسبب التيارات القوية. فوفقا لخدمات الطوارئ الباكستانية، منطقة البنجاب وحدها لقي فيها ما لا يقل عن 144 مصرعهم في أعقاب الفيضانات. ورغم أن الأمطار الناجمة عن الرياح الموسمية تعد أساسية لري المحاصيل وتجديد مياه البحيرات والسدود في جميع أنحاء شبه القارة الهندية، إلا أنها تتسبب في خسائر مادية وبشرية. ويذكر أن باكستان تأتي في المرتبة الثامنة في قائمة البلدان الأكثر تعرضاً للطقس الحاد الناتج عن التغير المناخي وفق منظمة جيرو واتش البيئية غير الحكومية. ونعود لشأن الوطني، برنامج دي جي جيرلز مونتر شيب اختتم فعاليته بالدار البيضاء. البرنامج نظم بمبادرة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وجمعية أنوال ويعرف نسخته الرابعة. كوثر تجاري والتفاصيل.
أسدل الستار بالدار البيضاء على فعاليات برنامج ديجي جيرلز منتورشيب المنظم في نسخته الرابعة بمبادرة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وجمعية أنوال بهدف تحفيز روح الابتكار التكنولوجي لدى الفتيات المغربيات. هذا البرنامج يشجع الفتيات على الاستثمار في مهن ما يعرف بستيم، ونحن مسرورون اليوم بجودة العروض المشاركة، كما أن المشاركات عملنا على مدى عدة أشهر على مشاريع ستمكنهم من تطوير حلول تكنولوجية لمشاكل المجتمع. ويهدف برنامج ديجي جيرلز منتورشيب الذي تم إطلاق نسخته الرابعة في يناير 2022 لفائدة أكثر من 500 مشاركة إلى تعزيز التعليم العلمي وإبراز مهارات المرأة في مجال التكنولوجيا. الهدف من المشروع ديالنا أننا نعرفوا البنات ديال الثانوية بالخصوص اللي السن ديالهم كيتراوح ما بين 15 و 18 عام على هذا المجال ديال التكنولوجيا، ديال لي سيانس، ديال لونتربرونيا، ديال لا ليدر. دونك حنايا كنحاولوا نتارجت ديالنا انه يكون هاد البنات بالخصوص، ولكن عاوتاني كنخدموا مع الفتيات اللي كيكونوا كيدرسوا بالجامعات. وفي نهاية هذه النسخة الرابعة استفادت المشاركات على مدى 3 أيام من عدد من التكوينات النظرية وورشات العمل، من بينها حصة في التواصل الشبكي ومناقشة حول فرص المواكبة وكيفية تقديم مشروع. وتمثل هذه الدورات التدريبية مواكبة لمشاريع تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالفتيات المشاركات. وبعد فترتين صيفيتين قضاهما الأطفال حبيسي منازلهم أمام شاشات الهواتف والتلفزة بسبب جائحة كوفيد-19 التي اجتاحت العالم، تعود الحياة إلى المخيمات الصيفية التي تعد متنفسة للأطفال للتخلص من عياء السنة الدراسية ومشجلا لتكوين جيل جديد من الشباب المشبعين بقيم المواطنة والتسامح والانفتاح. كوثر تجاري. هم مئات الأطفال قدموا من مدن مغربية مختلفة توجهوا نحو مدينة الزهور في إطار البرنامج الوطني للتخييم 2022 للاستفادة من برنامج غني ومتنوع من الأنشطة الترفيهية والتربوية بمركز التخييم المنظر الجميل العالية بالمحمدية. على مستوى العمل ككل هذه السنة، هذه سنستقبل خلال 5 مراحل إن شاء الله بحول الله 2000 مستفيد ومستفيدة على مستوى المخيمات القارة القادمين من مختلف المناطق المغربية. كاين معامل تربوية، كاين رقصات، كاين سهرات في العشية، واحد العدد ديال الأنشطة اللي تدار هنايا. ويتوفر مركز التخييم على مجموعة من المرافق، منها على الخصوص مسبح وملعب لكرة القدم وكرة السلة وقاعات الرسم والغناء والمسرح، بالإضافة إلى كافيتيريا وقاعة التمريض، فضلا عن الولوجيات لتسهيل تنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ثاني مرة كنجي المخيم جمعية تنمية تربية وتكوين، بصراحة بزاف ديال اللحظات هنايا بالأخص مع المؤطرين. المخيم العالية كيتغنى بزاف ديال الأنشطة، والأنشطة والنشاط اللي كيعجبني أنا هو النشاط ديال السباحة. هذا المركز الذي شهد خلال فترة التوقف التي دامت لمدة 2 سنين بسبب جائحة كوفيد-19 على غرار عدد من مراكز التخييم الأخرى بالمملكة مجموعة من الإصلاحات والتغييرات التي جعلت منه اليوم فضاء مجهزا بأحدث التجهيزات والمرافق الضرورية لضمان سلامة وأمن الأطفال المستفيدين. نهاية النشرة مشاهدينا. تفاصيل وافع عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني m24tv.ma. تحية لكم، إلى اللقاء.